أنا يا جماعة، أنا إبراهيم حيازي، 2006، بلعب دلوقتي بقالي 3 سنين في رايو فاليكانو، وقبل كده 3 سنين كمان في إنجلترا، وكنت أحسن هداف هناك. وإحنا دلوقتي أول في الدوري تحت 16 في مدريد، بعدنا ريال مدريد، ومتعادلين مع أتلتيكو مدريد، وإن شاء الله هنكسب الدوري السنة دي. انا بلعب ليفت وينج، ومتشكر جدا لكابتن محمد وهبة، عشان ان شاء الله هروح مصر وهلعب لمنتخب 2006، ومبسوط جدا جدا اني هلعب باسم مصر. كنتش بكلم اسباني لما كنت عندي 10 سنين، وكنتش عارف حاجة على اسبانيا، وكنتش ما رحتش اسبانيا ابدا، فدلوقتي بكلم اسباني وفرحان جدا هنا في اسبانيا، وبلعب في فريق كويس جدا الحمد لله، وعاملين كويس جدا في لاليجا وفي تحت 16 في مدريد. وإن شاء الله أنا عندي حلم تاني، وإن شاء الله الحلم ده هيتحقق، وإن شاء الله هلعب لمصر، وأنا عندي حلم إن شاء الله ويوم من الأيام أكسب الكأس العالم مع مصر إن شاء الله.